فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. طيب، باب الصرف، كتاب التجارات في سنن ابن ماجه، وهذا كتاب مهم، ونحن الحمد لله يعني على الأقل قربنا إلى نهايته، نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا. باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد. روى المصنف بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء نهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء نهاء، يعني هذا بيد، والشعير بالشعير ربا إلا هاء نهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء نهاء، يعني لابد من التقابض في المجلس. وهذا سيأتي إن شاء الله في تفصيل الكلام على هذا الباب، وباب من الأهم المكان. وروى أيضا عن عبادة بن الصامت يقول يعني قال: جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية إما في كنيسة وإما في بيعة، فحدث عبادة بن الصامت فقال: قد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالورق، يعني الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، قال أحدهما: والملح بالملح، ولم يقله الآخر. وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا، يعني ليس مثل بمثل، كيف شئنا ليس مثل بمثل. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة، مثلا بمثل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا وهو أطيب منه ونزيد في السعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا. هذه الحديث بأسرها تبين لنا مسألة الصرف ومسألة حرمة الصرف، والكلام على بيع الأصناف الربوية. هذه أصناف الربوية: الذهب صنف من أصناف الربوية، والفضة صنف من أصناف الربوية، والتمر والشعير والبر والملح كلها أصناف ربوية. واختلف العلماء في هذه الأصناف الربوية هل هي معللة أم لا، وذهب كثير ممن يقول بالقياس أنها ليست معللة وهي توقفية، والمسألة واقفة عند الستة فقط، ستة أصناف التي ذكرت في الحديث. وهذا قول ابن عقيل، الصحيح أنها معللة، واختلاف العلة لا يجعلنا ننفي العلة، اختلاف العلة ليس نفيا للعلة. فالراجح في علة الذهب والفضة الثمنية، والراجح في البر والشعير والملح الطعم، وأن يكون طعاما مقتادا مدخرا على الراجح. يقول أو قال: مقتادا أيضا مكيلا، للجمع بين العلل في هذا الباب. وعندنا في التعاملات لو رسمناها، أو الباشمهندس لو ترسمي ذلك رسما يكون فيه بيان للأحوال، بأننا الأجناس قلنا عندنا أحوال في الأجناس يتفقون في الجنس والعلة، يتفقان عند البيع، بيع الأصناف الستة التي ذكرت في الأحاديث، يتفقان في الجنس والعلة، يفترقان في الجنس والعلة، يتفقان في العلة، يختلفان في الجنس. يبقى يتفقان في الجنس والعلة، يفترقان في الجنس والعلة، يتفقان في العلة، يفترقان في الجنس. إذا قلنا يتفقان في الجنس والعلة، إذن لابد من شرطين لصحة التعامل: التقابض في المجلس والمماثلة. إذن الذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والفضة بالفضة قال النبي صلى الله عليه وسلم، ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، في رواية هاء وهاء. يبقى مع ذلك لابد من شرطين إذا اتحد في الجنس والعلة.
لو ترسمونها يكون هذا خير لطلبة العلم. يبقى يتفقان في الجنس والعلة، يتفقان في الجنس والعلة، ذهب بذهب، ورق بورق، بر ببر، شعير بشعير، ملح بملح، يعني يتفقان في الجنس والعلة. إذا اتفق في الجنس والعلة لصحة الصرف، لصحة المعاقدة، لابد من شرطين اثنين. الأول المماثلة، 100 جرام ب100 جرام، 5 أواسق ب5 أواسق، جزاكم الله خير. فيكون هنا التماثل الشرط الأول، لأنه في الرواية التي جاءت مثلا بمثل. الشرط الثاني التقابض في المجلس، ولأن النبي قال لا تبيع منها غائبا بناجس، لا تبيع منها غائبا بناجز. فبإذن الشرط الثاني التقابض في المجلس لا تأخير. ورواية قال ولا تشفوا، يعني لا تزيدوا. وفي رواية قال فمن زاد أو استزاد فقد أربى، من زاد أو استزاد فقد أربى. هذا في الحالة الأولى إذا اتفق في الجنس والعلة. اختلف في الجنس والعلة فلا شروط، فلا شروط، أن يباع بتقابض وغير تقابض، أن يزيد أو لا يزيد، أن ينسئ أو لا ينسئ. إذا اختلف في الجنس والعلة، كإيش؟ كذهب وتمر، كورق وملح، أو ورق وشعير، فهذا لا شروط فيه، هذا لا شروط فيه، على الراجح الصحيح لا شروط فيه. فيصح الإنسان أن يشتري التمر ويدفع مؤخرا، أو يدفع مقدما ويأخذ التمر كالسلم، كل ذلك جائز. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة في أوساق شعير عند يهودي لحاجة البيت، أو معنى ذلك أنه اشترى وأخر الدفع. يبقى إذن لا شروط. الحالة الثالثة وهي الحالة المهمة جدا، إذا اختلفت الأجناس لكنها اتحدت العلة، كذهب بورق أو ورق بذهب، كبر بشعير، كشعير بتمر، إذا اختلفت العلة لكن اتفقت الأجناس. استغفر الله، أقول العكس، اختلفت الأجناس لكنها اتفقت العلة. كذهب بورق، هذا لصحة المعاملة شرط واحد لابد أن يتوفر، لصحة المعاملة شرط واحد لابد أن يتوفر، وهو التقابض في المجلس. لأنه قال فإن اختلفت فقال فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. وهذه الحالة الثالثة وهي مهمة جدا في هذا الباب. وهذه الشروط التي تكلمنا عنها هي قول عامة المسلمين، إلا ما روي عن أسامة زيد وابن عباس في جواز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين، ورجع ابن عباس على ذلك وسيأتي الكلام فيه. والتقابض في المجلس شرط في صحة البيع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بيع البر والشعير، نعم يدا بيد، لكن نسيء لا، قال لا، قال فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. وقال شفعي في حديث عبادة بن الصامت قال في الصرف، وبه قلنا، قال موافق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصرف، وبه قلنا بها تركنا قول من روى عن أسامة إنما الربا في النسيء، لأنه مجمل وكل ذلك مفسر، فيحتمل أن يكون السلام سؤال عن الربا في أي صنفين، في أي في صنفين مختلفين، ذهب وورق أو تمر بحنطة، قال الربا في النسيء. وهذا الصحيح الذي قاله الشافعي، ولذلك المرضي قال الربا ضربان، نقد ونساء يعني متأخر، أما النساء فهو بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل، نبع الدرهم والدرهمين يعني متفاضلا إلى أجل، وهذا هو المعهود في ربا الجاهلية، والذي قد أجمع على تحريم جميع الأمة. وأما النقد فهو بيع الدرهم والدرهمين يدا بيد، فمذهب الجمهور وكافة الفقهاء تحريم ذلك النساء. وذهب 5 من الصحابة إلى إحلاله وإباحته، وهم عبد الله بن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم والبراء بن عازم، تعلقا بخبرين أحدهما ما استدل به ابن عباس عن أسامة بن زيد قال إنما الربا في النسيئة، وهذا سيأتي شرحه في الباب الذي يأتي. والثاني أمر عبد الدينار عن أبي المنهال قال باع شريك لي دراهم بدراهم بالكوفة بينهما فضل،
فقلت ما أراه يصلح؟ قال هذا. فقال لقد بعتها في السوق فما عاب عليها ذلك أحد. فأتيت الراء بن عازب فسألته فقال قادم المدينة وتجارتنا هكذا، الدرهم بالدرهمين. والحق أن هذا منسوخ، الحق أن هذا منسوخ، يعني هذا حديث البراء حديث ضعيف جدا، لقول الإنسان لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين. وأيضا قال الإنسان في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق، قال إلا سواء بسواء يدا بيد، وقال في رواية إلا مثلا بمثل، وقال فمن زاد أو استزاد فقد أربى. الآخذ والمعطي. ثالث حديث مالك بن عامر عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. أما الكلام على لا ربا إلا في النسيئة سيأتي إن شاء الله شرحه في الباب القادم، الفوائد المستنبطة. أغلب الأحكام معللة. الأحكام لا تؤخذ من المجملات، الأحكام لا تؤخذ من المجملات. شريعتنا شريعة التيسير، وهذا يظهر في الكلام على مسألة إذا اختلفت الأصناف جنسا وعلة فلا شروط في البيع، فلا شروط في البيع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.